السلام عليكم، معكم دكتور شعبان سامير، طبيب مختص في جراحة العظام والروضوض والعمود الفقري. موضوع اليوم هو انزلاق الفقري. الناس كاع تعرف الانزلاق الغضروفي، احنا اليوم راح نتكلموا على الانزلاق الفقري اللي هي حاجة مختلفة على الانزلاق الغضروفي. وشنو هو الانزلاق الفقري؟ هو نهار الفقرة تاعنا متجانسين كيما هكا، نهار الفقرة تتحرك من مكانها. دوك نشوفوا بعد حين الاسباب تاعها، نهار اللي تتحرك هذا هو الانزلاق الفقري. الاعراض تاع الانزلاق الفقري هما نفسهم تقريبا اعراض تاع الانزلاق الغضروفي ولا المشاكل اللي تحدث في العمود الفقري، لانه في العمود الفقري عندنا الاعصاب تفوت من هنايا، دونك كي تتحرك الفقره راح تضغط على الاعصاب هذوك وراح تمد لنا نفس الاعراض تاع الانزلاق الفقري. اسباب الانزلاق الفقري متعدده. اولا لازم نعرفوا حاجه بلي ما كانش انزلاق فقري يصرى عند الولاده، ما كانش حاجه كونجينيتال، ما تكزيستيش هذه. دونك هذا الانزلاق الفقري يصرى مع النمو تاع الانسان. السبب الاول هو كسر في العمود الفقري. هذا الكسر يقدر يكون جراء حادث او اصابه في العمود الفقري جراء ميكروب او بعد الجراحه. دونك بعد الجراحه يقدر تكون هذا السبب الثاني في انزلاق الفقرات. السبب الثاني وين ما كانش كسر في العمود الفقري، ما كانش كسر هذا، وهذا جراء صدر الديسك هذا تاعنا تاع المريض يفشل، دونك ما يقدرش يشد الفقره العلويه مع السفليه، دونك الفقره هذه تتحرك. التشخيص دائما لازم فحص سريري، هذا ان اكزامان كلينيك. دونك ليكزامان كلينيك هذا يجي المريض نسالوه على بدايه الاعراض، ما هي صدر، كيف تطورت هذه الاعراض. الحاجه الثانيه المهمه ونركز عليها هي الاشعه السينيه، لا راديو ستوندار اللي الناس دركا ولات تحقرها اونتر كيمي تحقرها هي. لا الاشعه السينيه هو ليكزامان برينسيبال، هو اول حاجه نقوموا بها. لماذا؟ لانه هو لو سول اكزامان اللي نقدروا نديروه عند المريض هو في لابوزيسيون واقف. سكانر واليرام نديروهم راقدين. دونك كاين مرات وين كي نديروا الاشعه السينيه راديو ستوندار نشوفوا هذا الانزلاق الفقري. نهار اللي المريض يروح يدير الاشعه تاعو، الاشعه راني المغناطيسي او سكانر، كي يرقد فوق الطابله يعاود يولي كيما كان. دونك التشخيص هو ليكزامان كلينيك، لا راديو ستوندار الاشعه السينيه، من بعد ممكن نديرو سكانر او رنين مغناطيسي او الاثنين معا. العلاج اولا قبل نعرفوا باللي ماشي كاع اللي عندهم هذا الانزلاق الفقري يروحوا للجراح، الحمد لله ماشي كاع يروحوا للجراح. ودوك نوري لكم امثله تاع ناس كيف قدرنا نيفيتيو لهم هذه الجراحه غير بالنصائح اللي رايحين نمدو لهم. دونك الحاجه الاولى سي تخفيض الوزن، الحاجه الثانيه الادويه اعاده التاهيل، ومن بعد في حالات وين هذو ما نفعوش، فهمت، اضافه الى العلاج بالابر، اذا ما نفعوش هذو ثم نروحوا للجراحه. نصائح نوجههم للمرضى انه كي يكونوا عنده اعراض لازم يروح يستشير خبير، يروح يستشير طبيب مختص في العظام او طبيب مختص في جراحه الاعصاب، يروح يشوف هو اللي يعطيه له دياغنوستيك على بالنا واش لازم يدير، ومن بعد هو يقول له واش دير، اسكو الحاله تاعو تستدعي جراحه مستعجله ولا ماشي جراحه مستعجله. الحاجه اللي نركز عليها هي تخفيض الوزن وليجيان دو في، صاد الانسان اذا حب صح يفيتي الجراحه لازم يخفض الوزن تاعو،
لازم 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 يفيتي انه يرفد لي بوا ثقال بزاف باش هكاك ان شاء الله نيفيتيو الجراحه.